اللي حصل بالهم بينزل حضرتك، لما بينزل في عمال خمس ستة بيمسكوا حبال كده بينزلوها على الأرض الأول، هي ونازلة حضرتك حبل قطع خرطوم بتاع الأنبوبة، طبعا الأنبوبة مرة واحدة هبت طبعا في غطا اللي زي كده حضرتك، مرة واحدة طلعت ما حدش بيصطاد عليها، طلعت فوق هي وطالعة في أحد السياح نزل منها لدور على مراته هنا، نزل منها كان وشه مدعوك تراب وكده، هو الوحيد ده اللي طلع منها سليم. قبل ما تطلع حضرتك نزل، يعني طلع نزل. لسه داخلين بس هم راح لبس اصفر هم لابسين من وقت ما